بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا بصدد الحديث عن القوة، سواء كان منسوبة إلى الله وهي مطلقة، أو القوة التي يغتر بها الغافلون من كفار جهلة وما منافقين ولا مصر. أنا في سورة القصص نجد في هذا قارون ما لم يذكر به خير، يقول لك مال قانون كنوز، حتى المفاتح بتاع الكنوز ثقيلة جدا وأشكالها مختلفة، ولكن يحير فيها من يعتني بها، ما يعرفش المفتاح هذا للكنز الفلاني أم لا. عاد على كل حال، احنا ناخذ ما ورد في سورة القصص نورسي، نبدأ بآية 76. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بماني ما فيش شك، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي الجماعة الشديدة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، قومه الحكماء بتاع بني إسرائيل. وابتغي، أي اطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة، فكر بالآخرة ما تفكرش فقط، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف الحكمة اللي جرت على لسان العاربين من بني إسرائيل، وأحسن كما أحسن الله إليك، من أنفق على المحتاجين، ولا تبغي الفساد في الأرض، ما تقدرش طالب كان الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. وذاك علاش قالوا لا تبغي الفساد، لأن يعني الله لا يحب المفسدين. على اليوم المفسدين كلهم، إحنا ربانيون، إحنا المحسنون، إحنا الأغنياء عن كل من هو سوانا، وانا ماشي ماشي وزيد في ضلالتك. ما كيف تشوف السكر وتعرف انت من انا، اي حال انت بيها. ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته، وفهموا من القصد بتاعه، على علم عندي، يعني بالعلم اللي عندي جاتني الاموال هذه، عرفت واش ندير وعرفت كيفاش نتصرف في اموالي، وقتاش ننفقها، وشنو السلع اللي ناخذها واستغلها، وقت اللي الناس تطلب مطالب سلع عليك كبيرة أنا تجيني أرباح وفيرة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا بعد مكرهم، يا لك اللي تو الرعاة عندهم مبهورين بالسياسيين وأرباب الأموال الحرام. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا على شيء الركاية تبدأ من بعض مشاكل اللي وصلوا بالحرام، سواء كان في السلطان ولا في المال. وقال الذين أوتوا العلم، أو رجعوا بالنصيحة والتحذير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني العقبة الطيبة. فخسفنا به وبدار الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرهم، كما صاحب الجنتين في سورة الكهف، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. يستحي باش تنتصروا يا كلاب الكرب والعجم من يهود ونصارى أهل الخسارة والسلام.